ذكرياتي مع الشهر الكريم ذكريات متعددة، منها السياسي والإنساني، ومنها كذلك الديني والشرعي. وإجابة على التوجيه أو السؤال، فقد كان رمضان الأول فقد كان أول رمضان أصومه سنة 91، وكان مضمخا بعبير حرب الخليج وبالتأييد مقطع النظير الذي حظي به الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عليه رحمة الله. ومن هذا الرمضان بدأت تلمس الحياة السياسية في العالم العربي. ومما أذكره كرهي الشديد للتحاليل التي تعقب التقارير التي تأتي بها إذاعة بي بي سي، وكانت حينها نافذة الأولى على الأخبار، تأتي بعدها في مرحلة ثانية إذاعة البحر الأبيض المتوسط ميديا. وكنت أتصور من طريف الذكريات التي أتصورها التي كنت أتصورها أني كنت أتوقع أن مقدمي نشرات الأخبار في الميديا يتحدثون واقفين، فيما كنت أحسب أن المتحدثين في البي بي سي يجلسون على أرائك وليس على كراسي. سيمتد العمر والحمد لله لأرى بعد ذلك الإذاعات وأعرف كيف تقرأ فيها نشرات الأخبار. رمضان أو أصعب رمضان عشته كان في سنة 94 على ما أعتقد. ساعتها صمت رمضان في الريف، وكان رمضان وكان الجو حارا جدا والمسليات قليلة، وربما كنت أقوم ببعض أعمال البدو. فأذكر أن هذا الشهر مر بكثير من العنت وبكثير من التعب، ولا مسلي فيه، والله المعين، والحمد لله على تلك الأيام التي مرت. بالنسبة لي الرمضانات الأخرى، من أصعب ما عايشت فيها هو معايشة رمضان في الغربة. فقد عشت صمت رمضان مرتين لعامين متتاليين في مدينة بنغازي الليبية، وكانت مدينة حرب. ورغم كرم أهلها، ورغم الجو الأخوي الذي أعيش فيه، ورغم يعني تميز أداء المؤسسة التي أعمل بها، إلا أن رمضان إلا أني اكتشفت منها ومن هذا ومن خلال هذا الرمضان الذي أصومه الآن في مدينة إسطنبول، أن رمضان ليس موسما دينيا محضا، وإنما هو موسم ديني اجتماعي كأغلب الممارسات الدينية في الشريعة الإسلامية. فلرمضان بين الأهل والأصدقاء وفي الوطن، رغم المآسي ورغم الصعاب ورغم الحر أحيانا، نكهة خاصة لا يعرف حقيقتها إلا من عاش رمضان في الغربة صوما مقبولا وشهية طيبة كما يقولون. وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة. Thank you.